بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس اللي هو راح يكون عندنا الدرس الأخير في السلسلة التعليمية، راح نتعلم كيفية عمل بوست برودكشن للمشهد الموجود عندنا هون. أول شيء بلشت فيه اللاير اللي هي فيري واير كلر، نستخدمها بشكل أساسي. اختار عن طريق الألوان، يعني إذا اخترت اللون الأحمر اختار كل عنصر لونه أحمر، بطفي هاي اللاير وباجي مثلا هون بحكي أنت يا هاي اللاير بدي أعطيك مثلا أغمق لونك، أفتح لونك، أو بدي أعطيها مثلا تفاصيل الكنترول أم، أعطيها مثلا تفاصيل adjustment curves، أضبطها، أغير لونها، أعطيها تفاصيل اللي أنا حابب أعطيها. طيب ممكن أجي أعطيها كنترول بي أغير لونها، أعطيها ألوان بدي إياها، أو أعطيها كنترول يو أسحب منها اللون وأعطيها لون إذا كان عندي لون هنا عادي صفر، أعطيها أنت اللون اللي إلك شد بزيادة، أعطيها وورمنس زيادة. ممكن أجي على هاي المناطق أحاول أعطيها فلاتر، أعطيها من هنا أدجستمنت أدجستمنت، نعطيها فوتو فلتر، نعطيها الثيم البرتقالي، نعطي هاي لاير مثلا وورمينج ونجرب نعطيها كذا ثيم، خلي الثيم دنسيتي له هيك، نتحكم بالثيم اللي احنا بدنا اياه. ممكن اجي لهذا الثيم اعمله دريت. فهذا هو الاشي الاساسي من استخدام هاي اللاير، فهي اهم لاير عندي موجودة. فاجي على سيلكت كلر رينج، اختار لون ابيض، بس الاختيار وبصغر الاختيار، خلينا احنا نجيب وسط، نعمل على الكنترول اسف على الالت، نعمل دي سيلكت لهي الاجزاء اللي احنا ما بدنا اياها. اجي اعمل لهي الاجزاء عفوا هاي الاجزاء ما بتلزمني، باجي هون بعطيها كنترول وجي، حط هاي المناطق على لاير لحالها. نعيد الكرة كمان مرة، كنترول دي اخذت اللي هي سيلكت باي كلر كلر رينج، اخذت هاي المنطقة، اخذت هاي المناطق ما بتلزمني، هاي المنطقة ما بتلزمني، صغرتها، اخذت هاي المنطقة عن هاي اللاير كنترول وجي او دوبليكيت، جيت على هاي اللاير لحالها، هذا حكي كلياته أمر دريت ما بلزمني. طيب باجي هاي اللاير بعطيها actions، actions أنا هون بعطيكم الأكشن هذا، مسكته سحبته على الفوتوشوب رميته بهاي المنطقة. إذا كانت الأكشنز مش مبينة عندكم بقدر أجي من الويندو أحكي له actions on أو actions off، مبينة عندي. اوكي باجي لهاي المنطقة بختارها كنترول بكبس على اللاير فهو لحاله بحدد هاي المنطقة، بحكي له اوكي this action simulates the lock of a foggy window hit continue، هاي continue وهي continue. يجي بحكي لي حرك السلايدر يمين او شمال، هلا انا بدي الفوق يعني يكون عندي بهاي المناطق، اوكي اجي بحكي له هاي اوكي continue هاي اوكي. بدون هاي اللاير ترى كيف كان عندي الشكل، خلينا نصغر هاي، ترى بهاي المناطق عندي هيك بدون الفوق، هاي المناطق اللي هي بالفوق بقدر اعطيه دوبليكيت على اساس اقوي الافكت، اعطيه كنترول اي. ممكن اخذ الكرة هاي كمان مرة اعطيه انت كونتينيو كونتينيو كونتينيو، اها مش على كل اللاير، ناخذ هاي ديليت هاي اللاير، ناخذ هاي المنطقة كنترول وانتي اوكي. طيب نجي هاي المنطقة حددناها، اعطيها الاكشن اللي احنا بدنا اياه اللي هو كوردينيت، احكي له اوكي كونتينيو. اجي بحكي له هالمرة بدي اشتغله على اشي خفيف، احكي له كونتينيو اوكي ستوب. يجي هذا الإفكت نطلع شو اللي عملنا إياه بدونه زي هيك، هاي معه
كنترول جي دبليكيت كنترول اي هيك صار عندي لسه اقوى بس هيك صار مبالغ فيه. هدرت لين كنترول اي بدمجهم صار عندي افكت موجود ممكن احصل هذا الافكت. والله حلو انا حاسس هاد ما هاد هي كنترول اي ممكن اجي الاوبستي لهذا الافكت كلياته بخففها ولو بشكل بسيط. هذا هو الفوقي ويندو انا اشتغلت هنا على فوقي هنا هيو اخذت منه نسخة ثانية دبليكيت اخذت منه نسخة ثالثة دبليكيت اشتغلت على اكثر من اوباسيتي بالشكل اخذت اللاير هاي حددت اللي هي لون الكنباي كيف جات هاي اللاير اخذت سيلكت كلر رينج اللون هاد اوكي رجعت هاي اللاير. بالاول كنت اجرب على اللون الاسود حبيت اني اجرب اللون البني اخذت كنترول بي او كنترول اسف نجي هاي اللاير نجي هاي اللاير اعطيت كنترول بي صرت اسحب على اللون البني لحد ما انا خلصت اللون البني. بعدها اجيت اضفت الفوق كمان مرة وهنا كمان مرة جيت على الريندر إليمنت اسحب الريندر إليمنتس الموجودين جرب مثلا اخذ جلوبال انومينيشن اخذتها وانتر حركتها شوي صغيرة بس بقدرش هون اتحكم فيها منيح بعطيها ريسترايز لاير مسكت هاي اللاير وحركتها لحد ما طبقت مع الشكل باجي عليها بعطيها اجرب البليندينج مودز. البليندينج مود لللايتينج حلو هاي بدونه هاي معه مش هالإشي الكبير. هنجرب أمر سكرين طلع عندي الإضاءة بشكل عام ممكن أخذ هذا الإفكت وخفف شوي صغيرة في الأوباسيتي هيك بدونه وهيك معه بتصير تقارن كل إفكت أنو أحلى معه ولا بدونه. أنا شايف إنه هنا ما إله حلاوة. طيب نيجي على الكلر فيري لايتينج جت على فيري لايتينج أوكي حركتها نتفة صغيرة لفوق خدتها من هون نعملها ريسترايز لاير ناخدها نعطيها ملتبلاي لا ناخذ الافكت ايوه على اللايتنج بدونها خفت الاضاءة هون احنا بنقوي عمالنا بنقوي بالاضاءة انا بخليها اون بس بدي اخفف الافكت ممكن اجي اعطي الافكت كنترول ال واصير ازيد الافكت يا اون يا اوف. هذا اشي برجع لك بالتصميم تفاصيل صغيرة هي هاي اللي بتجيب الشغل. جيت هنا عملت اللايتنج برضو كنت عامله من اول جيت برضو على الريفليكشنز اخذت هاي اللاير وغيرت على الريفليكشنز بشكل خفيف كتير. هذا هو كان كل التفاصيل اللي اشتغلت هذا المشهد في الاخر سيفته ملف فوتوشوب. هيك نكون ان شاء الله انهينا السلسلة التعليمية نتعلمنا فيها كيف نعمل مشهد كامل بالماكس من الصفر للنهاية مودرينج للكنبايات مودرينج لللامبس للبلوكات بشكل كامل وعندي كيف ندخل الإضاءة الخارجية نتعامل مع المشهد من الصفر من الألف للياء. هيك بإذن الله بلاقيكم بتوتوريال تانية. كان معكم رامي شريم مهندس معماري مدرس 3ds Max يعطيكم العافية.